دكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، برحب بحضرتك معانا أولاً يا فندم. أهلاً أستاذ شريف بي، أهلاً وسهلاً. وهل وصل لحضرتك الفيديو ده أو عرفت تفاصيل عنه؟ لا الحقيقة الفيديو ده أنا شفته بالصدفة من شوية، إنما ما جالناش أي شكوى خاصة بيه ولا أي كلام عنه. وأنا الحقيقة يعني كنت مستاء جداً لما شفته، يعني ده مش أسلوب أبداً تعامل ولا أسلوب في الإدارة، ده تجاوز، يعني تجاوز إداري وتجاوز في يعني مش مكان عمل. حتى لو بيهزروا مع بعض ده ما فيش حاجة اسمها. ما هو ده اللي أنا كنت بقوله يعني. أنا موافق تماما بجد، مش مجاملة إطلاقا، موافق تماما على الكلام اللي حضرتك قلته في المقدمة على الموضوع. وإنه الأخطر ده مش أسلوب، يعني أنا ما كنتش فاهم إنه مع حاجة خاصة بالكلب بتاعه، فاهم إنه بيحقق معاه أو بيعاقبه على أي حاجة عملها. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا جه في دماغي الأول، أول ما بشوف الفيديو، إنه أولاً هو يكون بيعالجه طبيعي، يعني بيعمل له تدريب، بيعمل له حاجة، أنا ما كنتش قادر أتصور إن الحكاية أيوة. مرتبطة في الآخر بإنه يعتذر سجوداً لكلب. وأنا في كلام تاني، أنا في كلام تاني شلته، أو قلنا إنه مش مناسب عرضه على مستوى عام. على الجمهور بالظبط. انا ما عرفتش التفاصيل غير دلوقتي من كلام حضرتك، انا تخيلت انه بيعاقبه على اي حاجه حصلت بشكل شخصي، بس يعني حتى هذا الاسلوب في الاداره اسلوب عفى عليه الزمن، حتى لو هو المدير بتاعه في حاجه اسمها تحقيق وفي شؤون قانونيه وفي نيابه اداريه. لا ده يعني ده كل ده بخصوص اهانه الكلب. لا طبعا انا ما كنتش متخيل الموضوع خاص باهانه الكلب، انا تخيلت ان الموضوع خاص باهانه احد الزملاء ولا اي ولا لا يا فندم. هو في الفيديو بيقول له، دي تالت، احنا ما رضيناش والله بجد نعرض اجزاء والله انا مهينه جدا. لا ده كلام يعني هو